حقيقه، وانا متعوده من حضرتك على الصراحه. يا ستي انا صريح في حاجات وحاجات. لا يا دكتور لازم الصراحه في دي، انا عارفه ان حضرتك مش عايز تزعل اي حد. في دكاتره كتير بيعملوا الحكايه دي للاسف. بس احنا دلوقتي بنخاطب مشاهدي طبيب الحياه، فاحنا عايزين الصراحه معاهم. انت تأمريني، احنا معانا فيديو نحب نشوفه على حقن الدهون في الثدي. انيميشن يعني، فبحيث ان احنا نشرح عمليا ايه اللي بيحصل. شوف حضرتك ايه لما بيجي نحقن، شايفه الكور اللي لونها بني تحت؟ دي الضلوع. المفروض الناس اللي بتحقنه بتقول احنا بنحقنه تحت العضله فوق الضلوع. طب انت لو خرمت الحته اللي فيها الضلوع دي ممكن تهرم الرئه. فاصلا ده كلام فارغ ما ينفعش. الطريقه الثانيه زي ما حضرتك شايفه بيحقنه جوه الثدي نفسه، ده تحت العضلات. ده ممكن يخرم الرئه، فده كلام فارغ ما بيتعملش. ده كلام فارغ يعني هو بيتعمل بس مش صح، ما بيحصلش، ما حدش يقدر يجيب الليفل ده او المستوى ده في الجسم وهو مش شايف حاجه بابره. صعب جدا. أوكي. الحاجه الثانيه زي ما احنا شايفين فوق بيتحقن جوه الثدي نفسه. الانسجه بتاعت الثدي، فزي ما حضرتك شايف هو من متقسم ده زي البرتقانه كده من جوه فصوص. فاولا هيبقى مكتل متكتل ومعرج. بس مش دي المشكله، المشكله ان هو غالبا بيدوب لان المكان ده مش متعود يبقى فيه دهون بكثره. بس اهم حاجه فيه ان هو بيدوب. الدهون دي وهي بتدوب بتعمل في الاشعه نقط لونها ابيض شبه الكانسر. فما نعرفش نشخص اذا كان ده كانسر ولا ده بسبب الدهون القديمه. فدي اضراره. فبالظبط، فممكن الدكتور يقول لها لا ده اكيد بسبب الدهون، وهو يكون هو كانسر وتتقدم الحاله وتبقى مشكله وما يعرفش السبب فما يعرفش يعالجها. بالظبط، او ممكن يقول لها لا ده كانسر ويدخل يشيل صدرها وهو مش محتاج يتشال. فبصراحه هو ده ممنوع، الاف دي اف امريكا منعاه، وانا طبعا جوه امريكا وبره امريكا اي هاف تو ابايد باي ذا رولز بتاعتهم، ما اقدرش ان انا اخالفها. لكن انا بقول انه انا مع المدرسه اللي بتقول في ناس في استراليا او حاجات زي كده بيعملوا الموضوع ده. انا ما بحبوش ابدا، ما بعملوش، وشايف يعني ان هو في امريكا دكتور مانعين الحقن او تكبير الثدي بالدهون، ممنوع. حضرتك دلوقتي بتاثر على تشخيص الحالات، يعني ممكن الدكتور يتلخبط ان ده سرطان او مش سرطان. وكمان بيبقى فيها اعوجاج يعني لانها خلايا، وبيدوب في الاخر ويتبقى منه شويه ويدوب شويه. فيبقى شكله معوج، وبعدين نيجي نصلحه بنحط له سيليكون. فما نعرفش نشيل الحته دي او ندخل نشيلها فنقطع العصب اللي شايفاه اللي هو اللي نازل في النص. ده بتاع الاحساس بتاع الحلمه، او يحصل حاجه. يعني صراحه حاجه ملهاش اي لازمه، جاست ان هو الدكتور يعمل المريض عمليه وياخد الفلوس. يعني ده كلام تفتكر ان دهون عندي ضمان، دي حاجه دهون موجوده من نفس في جسمي وحاجات زي كده، وليه ادخل جسم غريب زي السيليكون او طيب هنسيب السيليكون وهنسيب الدهون، وعرفنا اضرار الدهون. وانا اصريت على الدكتور ان لازم نصارح المرضى بتوع طبيب الحياه خصوصا. يا دكتور